هنيدي، قيل عنك انك خليفه اسماعيل ياسين، و قالوا انك خليفه عادل امام ربنا يخليه لنا، وانت قلت انا مش خليفه حد. بس مش بالاداء ده. لا والله انا مش خليفه حد. ازاي بقى قلتها ازاي؟ قلت لهم ما فيش حد خليفه لحد. يعني دي حقيقه، لو في حد خليفه لحد كنا نلاقي كل الناس شبه بعض. لا، في الاستاذ نجيب الريحاني، في الاستاذ اسماعيل ياسين، في الاستاذ عبد الفتاح القصري، في الاستاذ عادل امام، كل واحد. ولكن هي انا شايفها ان لما نحب نقول على حد انه كويس فبنشبهه باجمل حاجه. ايوه بس، فده شرف ليا ان انا اتشبه بالاساتذه دول. محمد، انت فعلا ذكرت دلوقتي بثقه شديده، وانا سعيده جدا ان انت قلت كده من غير ما تركز، انت ذكرت عمالقه الكوميديا. بالظبط. وبالفعل بدا اسمك يوضع مع هذه القائمه في الكوميديانات، وده شيء مش بسيط في تاريخ ممثل شاب صغير في السن بالنسبه لك. هل انت متصور ان انت يعني النهارده نقدر نقول ان احنا بنعلن وجود كوميديان عملاق جديد دخل الساحه؟ ربنا يخليك، انا ما اقدرش اقول كده طبعا. انت ما تقدرش تقول كده؟ لا لا لا. ما انت حطيت اسمك مع اسماعيل. انا ما حطيتش حاجه ولا. لا والله ما حطيت. طب انت رفعت. لا والله انا قلت لو شبهتي يبقى ليا الشرف. طب بس انت رفعت اخر دور مع عادل امام في الفيلم. مش رفضته، اصل كلمه رفض الجمله نفسها مش لذيذه. لا مش كده خالص. هي المساله ان الممثل بيقرا دور، حبه بيعمله، ما حبوش ما بيعملوش. بس وانا لما اتكلمت في الجزئيه ديت ما كلمتش اي حد الا الاستاذ عادل امام. رحت له على طول. قلت له انا هكلم حضرتك في جزئيه يحسها ممثل حضرتك. فقال لي خير. قلت له مش حابب دوري. قال لي ما تعملوش. بمنتهى البساطه. فما ينفعش تتضخم المساله.